السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان، اموركم هي هذيك. نتمنى تكونوا بالف خير يا ربي. اليوم البنات بغيت نتشارك معكم، بما انه الصيف، يعني فصل الصيف، كيحتاج اننا نديرو سلطات او مقبلات اللي كنرافقوا بهم الطبق الرئيسي، او لا يمكن لينا نستهلكوهم غير هما بوحديتهم. كان في العوض من قوية أو من يومية اللحم أو الدجاج، كنوعوا بهاد السلطات وكيجيو راقيين وكيجيو زوينين. بغيتي ترافقي بهم أي حاجة بالصحة والراحة، بغيتي تاكليهم بوحديتهم بالصحة والراحة. اليوم البنات غادي نتقاسم معكم جوج ديال المقبلات، وغندير واحد السلسلة ديال هاد السلطات الباردة أو المقبلات المرافقة للأطباق الرئيسية. اليوم البنات عندي هنايا كمية معينة اللي بغى يدير. أنا عطيتكم هنايا زلافة تقريبا اللي كنشربوا فيها الحريرة، يعني لا سوب ديال اللوبيا. بالنسبة للعطرية ديالتها ساهلة، هنا البنات غادي نسلقها أو تفوروها كما بغيتو. العطرية ديالها ما فيهاش شي حاجة اللي هي كثيرة، شوية البزار مليحة والكمون. البنات جوج معالق كبار ديال عصير الليمون يعني الحامض، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون يعني ملعقتين من زيت الزيتون، فص ديال الثوم، وملعقة كبيرة ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبة للسلطة الثانية أو المقبلة الثانية هي خيزو، تفوروه أو تسلقوه تبقى لكم الاختيار. العطرية اللي عندي فيها البنات كاينه شويه الملحه، شويه الخرقوم، شويه ديال الابزار، وحتى هو فص ديال الثوم، ملعقه كبيره ديال المعبين المعدنوس والقزبر، جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. الحامض حتى هو، هاد السلطه البنات يبغوا يجيو محمضين، يعني فيهم الطيبه ديال الحامض باش كيجيونا زوينين البنات وراقيين. وقبل ما نبدا في هاد المسائل كلها عطيت العناصر، سمحوا لي، شويه ديال الزيت الزيتون، شويه الزيتون يعني بشكل اللي بغيتي، اسود او ديال المرق اللي كيضاف لنا في المرق او اللي كيتحط مع السلطات، شويه ديال الحامض للتزيين. البنات قبل ما نبدا تنشكر وانا فرحانه الناس اللي ضافوا عندي، كيضافوا عندي بشكل يومي تقريبا الحمد لله، وكنشكرهم على الدعم وعلى التعاليق الطيبه ديالهم البنات، وهذا دليل على ان الناس عندهم الحب كثير للناس. ولكم جزيل الشكر على هاد التعاليق وعلى المتابعه ديالكم الفيديوهات ديالي. والبنات غادي نسلق هاد العناصر بجوج، يعني كل وحده بوحده او لا تفوري كيف ما قلت لكم، وغادي نوريكم كيفاش غادي يعني ندير لهم الشرموله ديالهم، الطياب ديالهم، يعني ملي غادي يتسلقوا او يتفوروا كيفاش غادي نشرملهم. ما كيطلبوش منا الوقت كثير البنات باش غادي نوجدوهم. انا نديرهم البنات يطيبوا ونوريكم كيفاش كنشرب. البنات هانتوما شفتوا انا درتهم هنا، حيت على هاد المقبلات كنبغي نطيبهم هكا في الطويجنات باش كيجيو مزيانين. هانتوما البنات هنا راه كنت ديجا درت الثومه والقزبر ومعدنوس، غادي نضيف عليهم البنات هذوك الجعويش قد ديال الحامض لكل واحد، نغطو البوطة البنات. غادي نضيف البنات هنايا خيزو، هانتوما البنات نخليهم حتى كيتشحروا مزيان وشويه يشربوا ديك الحامض لانها تعطينا شويه الماء، وعاد غادي نزيد العطريه البنات. هنايا غادي ندير ديك اللوبيا حتى هي العطريه البنات، ما تحاولوش تبقاو تزيدوها في هي التاليه، شويه بعدا واحد جوج دقائق ولا ثلاثه ولا كاع اربعه، ونخليهم هكا تيمشيو ويجيو. نزيد شويه البوطه البنات، نخليهم هكا تيمشيو ويجيو، نبقى نفكي فيهم ونجيبهم مزيان حتى كنشوف بان
يعني داك الخيزو تشرب ليا هذيك الشريميله اللي عندي اللي متكونه ليا من الثومه، فص ديال الثومه وملعقه كبيره ديال الحامض ودوك الجعواشق ديال زيت الزيتون. عاد غادي نزيد العطريه حتى للتالي باش تبقى ما هي كتعطينا الطيبه البنات. بالنسبه للبنات هكا الخيزو مشرمل حاولوا ما ديروش فيه البنات الكمون، حيت ما تيبغيش هكا الكمون خيزو محمر، تيجي زوين البنات. وحتى الا بغيتو ديروا منه كميه كبيره وتخبيوه وديروه في الثلاجه وتكبوا عليه شويه هكا الزيت، ديروه في قريعات وتكبوا عليه زويته بلديه اولا روميه يعني زيت المائده، هذه حتى هي معطي واحد حقه في التحرك، وديروه في قرعه البنات وتبقاو بحال هكا تجبدوهم لازز عليه بحال هاد المقبلات، يتناولوهم بشكل يومي تيجيو زوينين البنات ومع هاد التويمه. وهذا الشيء راه كله صحي البنات وفيه الفائده، يعني تحطيهم في طبق التقديم ما كاين حتى شي مشكله البنات، تيجيو زوينين وراقيين. لاحظوا البنات ها هو شويه بدا تيتعقد لي هذيك، والبوطه تكون شويه مليله البنات ماشي تجهدوها، حيت علاش البنات كنبغي نديرهم هكا انا الطويجنات، حيت هذيك كيعطيو واحد البنه لا تقاوم، ماشي بحال اللي كنطيبوهم مثلا في المقله ديال الطيفال اولا في يعني في هكا قويميله صغيره وطنجره صغيره باش الناس يفهموا علاش كنهضروا. ها نتوما البنات هما غاديين تتشرب ليا، شتي يعني داك الخيزو تيشرب ليا داك الحامض مزيان. دابا غادي نزيد البنات الملحه وشويه الخرقوم وداك البصل. نخليهم يتشحروا مزيان باش كاع داك العطريه وهذه تشربها ليا خيزو. هنا البنات عاوتاني غادي نمشي لديك المقبله الثانيه اللي هي ديال اللوبيا. صدقوني البنات راه واحد الريحه طالعه ما نقولش ليكم، ما شهيناكم البنات كتجي غزاله 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 غزاله. هنا سمحوا لي هنا البنات غادي نزيد حتى هي ديك العطريه الكمون والملحه والبزار. بالنسبه للملح البنات كل واحد والذوق ديالو، بالنسبه للحار كل واحد والذوق ديالو البنات، يعني ماشي كاين اللي عزيز عليه الحار كاين اللي لا. بالنسبه للملحه والبزار البنات كتبقى لكم نتوما الاختيار، يعني تزيدوا بزاف اولا شويه ما كاين حتى مشكل. هنا كنبقى نحرك البنات حتى كيتصفى ليا داك، تولي ملي كدوزي بحال هكا ما كيبقاش يدوز داك الميه ديال الحامض تيكون شربها. وبالنسبه للخيزو البنات يعني ما تسلقوش بزاف، يعني يبقى شويه قابط راسو. غير واحد المساله بغيت نشاركها معاكم، هو البنات هاد الماء ديال الخيزو وديال ديك اللوبيا حاولوا البنات ما تصفيوش وترميوه، بحال مثلا الغدي بغيتي ديري شي طاجين ديال الخضره اولا بغيتي ديري شي شوربه اولا بغيتي ديري شي يعني اي حاجه بغيتي تنسميها بالماء ديال الخضر، هذا ما ترميهوش البنات، ديروه في قنينه وديروه في الثلاجه الا كنتو غتستعملوه الغدي. ما كنتوش البنات ديروه في شي انيه ولا شي حاجه اللي كتدخل الكونجيلاتور وخليوها ملي تبغيو تحتاجوها تجبدوها. مثلا سباكيتي البنات رانا كندير هذه الطريقه كتجي زوينه، يعني هذا الماء ديال الخضر حاولوا انكم تستافدوا منه البنات ما ترميوهوش. ها انتما بهذا الشيء تبقى دايزه ليا غير ديك الزويته بوحدها. ها هو هنا البنات هذا وجد ليا، بالنسبه ليا انا وجد. غير اللي بغيت نقول لكم البنات هو ان هذا الزيتون غادي نديرو معاه هذا البنات، على فكره راه الزيتون ديال الدار البنات ماشي ديال الزنقه، غادي نزيدو معاه باش يطلق فيه داك الطعم ويعطي ديك البنه. اللي ما بغاش يزيد الزيتون البنات يخليه حتى الاخر ويحطو، وما هو ملي كيطيب معاه هاد الزيتون ديال الدار ما نقولش لكم البنات واحد البنه كتجي رائعه. صافي هو هذا وجد لينا. هنا غنبقى مستمره في التحريك حتى توجد ليا حتى هي هاد اللوبيا
نحس بان شربت لي دوك العناصر ديال العطريه وما يبقاش هي داك الميه ديال الحامض غاده، يعني ملي كتجري هكا ما كيتبعكش داك الخط ديال الماء ديال الحامض، تبقى تبعك غير الزويته. هانتوما البنات بالنسبه للطاجين ها هو طفيت عليه وباقي كياخذ لنا داك الزيتون ديك الطيبه ديالو. بحال اللي قلت لكم البنات اللي بغات دير الزيتون ديرو مع هذا، اللي ما بغاتش تخليه حتى الاخر، نبقى عاوتاني البنات كنديو ما تبخلوش عليهم بالتحراك البنات، تحرك مهم البنات تبقاو غاديين و تتديو تجيبو في الحاجه. هنا البنات بحال اللي قلت لكم قبيله راه غندير معكم سلسله ديال المقبلات اللي كنديرهم انا و تناكلهم و تيعجبو العائله ديالي، تيقول لك تتصايبيهم زوينين، يعني تيجيو طعم لا يقاوم. هاد الصيفات البنات ما كنحتاجوش بزاف اننا حنايا مع عزيز علينا نغمسو، يعني عزيز علينا نديرو الطاجين بزاف والطنجره نطيبو فيها بزاف. هاد الصيف هذا الواحد ينوع البنات، ما يبقاش مختص غير في الطبيخ الطبيخ الطبيخ. يلا البنات هيا وجدوا ليا، غادي نديرهم في طبق التقديم البنات باش تشوفوا النتيجه النهائيه ديالي. البنات ها هما المقبلات ديالنا بجوج، تبارك الله جا ولداد ما نقولش ليكم. بغيتوا البنات تقدموهم بهذه الطريقه قدموهم، بغيتوا تقدموهم بهذه الطريقه قدموهم. كديروا هكا البنات، علاش درت انا ما درتش خيزو في الطبسيل ديالو في طبق التقديم بوحدو واللوبيه في طبق التقديم بوحديتها باش ما نكثروش علينا في الاواني. يعني عندنا جوج طرق باش نقدموهم بهذه الطريقه هذه، كنحطوا الحامض بوحديته في واحد الاناء بوحدو وبهذه الطريقه كنحاولوا اننا بحال كنقسموا ما بين المقبله ديال الخيزو والمقبله ديال اللوبيا، وهكا كنتمكنوا البنات اننا نديروا طبق اللي هو صحي وراقي في التقديم وغير رافقنا الطبق الرئيسي اولا كيف ما يمكن لينا نتناولوه بوحديتو وبصحتكم وراحتكم. نتمنى البنات هاد المقبله اللي وظفت معكم اليوم اولا اللي درت معكم اليوم تنال الاستحسان ديالكم ولكم جزيل الشكر. ما تنساوش البنات لي لايك لي بارطاج ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.